كان في مواطنه تحديدا جت اتكلمت مع السيد المحافظ، عندها بيت مجاور هنا وطلبت ان حد يجي يساعدها في يعني في بعض المياه اللي موجوده في بيتها. السيد المحافظ كلف حد من المكتب بتاعه وراح معاها وحلوا المشكله. يعني السادة المواطنين هنا طلباتهم مش كتير الحقيقة، طلباتهم حل جذري للموضوع، يعني موضوع الساعة 10 برضو بأثر عليهم بشكل كبير جدا، نفسهم في حل جذري لموضوع تساقط الأمطار. هم بيحبوا الإسكندرانية متعودين على المطرة وبيحبوا المطرة، ما عندهمش مشكلة معاها. احنا بالنسبة لنا اللي تعبانين في الجو ده ومستغربينه، هم بالنسبة لهم متعايشين وبيحبوه ما عندهمش أي مشكلة معاه، والناس كلها بتنزل تتسوق وتتفسح في الجو ده. هم هي مشكلتهم بس إن المطرة زي ما عرضنا في الصور كانت المية واصلة لجوه المحلات، في بضاعة اتأثرت، يعني في بعض المحلات هنا البضاعة عندهم اتأثرت، ده أكيد بيبقى تأثير كبير عليهم جدا أستاذ أحمد. أحمد اللي هو الجزء المهم كمان اللي هي حركة التجارة، أصحاب المحلات، البضائع، هل ما اتكلمتش مع سيادة المحافظ ويمكن بعد شوية يكون معانا سيادة اللي هو محمد الشريف عن البضائع ديت، هل لها تعويض الخسائر دي؟ هل حد بيساعدهم ولا اللي خسر خسر؟ يعني هل في إجراء بيتعمل مع الناس دول؟ يعني بالتاكيد السيد المحافظ محمد الشريف مش هيسمح بفكره اللي خسر خسر، اكيد المحافظه واقفه مع في ظهر الرجاله هنا وفي ظهر كل رجال الاعمال، الصغار رجال الاعمال وكبار رجال الاعمال، اكيد مش هتسمح ان اي حد يصيبه ضرر، في الاخر اي ضرر بيقع على اي حد هنا هو ضرر للمحافظه كلها، وما اظنش ان السيد المحافظ هيسمح بهذا الامر. هو قعد معاهم وزي ما قلت لحضرتك قعد هنا استمع ليهم بشكل كبير جدا، بلغوه بكل طلباتهم، اكيد سياده المحافظ مش هياخد قرارات فوريه في هذا الامر، الموضوع بيبقى محتاج اكيد بعض الدراسه وبعض التدقيق في بعض الامور، لكن هو استمع اليوم ووعدهم ان هو اكيد اي مشكله حصلت النهارده او امبارح او حتى خلينا نقول برضو بصراحه في قادم الايام في قادم النوات اي مشكله ممكن تحصله، واحنا لازم نعترف برضو ان احنا لسه بنطور شبكه الصرف الصحي. زي ما قلت لحضرتك المبلغ الكبير غير المسبوق اللي اترصد لاسكندريه بس في مجال الصرف الصحي فقط 1.3 مليار جنيه، ده اكيد هيبدا استخدامه خلال الفترة اللي جاية، السنة الجاية، السنة اللي بعديها، أكيد في خطة معمولة في هذا الأمر، وبالتأكيد هيحسوا بهذه الآثار. لكن السيد المحافظ في جلسته الطويلة النهاردة في شارع خالد بن الوليد تحديدا، وطبعا زار أماكن كتيرة، زار مصطفى كامل وزار سان ستيفن وزار عدة أماكن، بس في هذه المنطقة تحديدا كانت يمكن الأكثر تضررا في المشهد النهاردة، قعد معاهم واستمع عليهم ووعدهم بحل أي مشكلة بتواجههم. أحمد في ولاد صغيرين كده بيحاولوا كل شوية يجوا، أنا عايزهم جنبك لو تقدر نجيبهم يقفوا جنبك، ما فيش اي مشكله على فكره، يعني بالعكس احنا نتشرف كل اهالينا في كل مكان جنبك مجموعه، نحاول نشوفهم، تعالوا حاول تعال. خليهم جنبك كده، عايزين تقولوا حاجه؟ عايزهم انا عايزهم بس الاطفال بس جنبك. تعال عايزهم ازيك جنبك. عامل ايه؟ اسمك ايه؟ امير. ايه؟ امير. اه اخبار رجلك في المطره ايه؟ انا كويس بسط؟ تمام. هم موجودين واهل اسكندريه زي ما قلت لحضرتك بيحبوا المطره وما عندهمش اي مشكله مع المطره، زي ما حضرتك شفت دلوقتي اسكندريه كلها في الشارع النهارده، كان يوم اجازه فخلاص يعني الاسكندريه مبسوطه وبتلعب. خليهم جنبك موجودين اهو يا استاذ احمد مع حضرتك. يعني ممكن نقول باي للاستاذ احمد؟ نقول له باي، اطلع في التلفزيون، نقول باي. اتشرف، سلم لي عليهم كلهم اولا، تحياتنا لكل اهالينا، كل اهالينا في اسكندريه سلم لي عليهم كلهم، الناس اللي احنا بنحبهم. استاذ احمد بيسلم عليكم، بيقول لكم باي. احمد كلمنا على اسكندريه بشكل عام النهارده، كلمنا على اسكندريه بشكل عام. اسكندريه يعني زي ما هي، اسكندريه جميله وساحره دافئه بكل معالمها بكل تفاصيلها بالاكل بتاعها، يعني احنا كنا اكل اسكندراني النهارده واتبسطنا جدا، وحتى البن هنا بن مختلف واتبسطنا بشكل كبير جدا. الاسكندريه ودودين جدا يعني في سلام.